طبعا. نروح بعد كده بقى لآخر الأخبار المحلية والعالمية وفقرة الصحافة اليومية مع مراسلتنا مريم سميح، مراسلة قناة الأهلي. يا مريم صباح الخير عليك. يا صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليك يا نهاوند وبصبح عليك يا كريم. صباح الخير عليك يا مريم، تفضلي. من هنا من طبعا مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يعني هنطلعكم على جولة في أبرز الأخبار المحلية والعالمية وتحديدا كمان أخبار الأهلي. والبداية مع أخبار النادي الأهلي من موقع اليوم السابع. الأهلي يبدأ اليوم رحلة الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك. طبعا هيبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة الاستعداد لمباراة القمة اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت المقبل. وطبعا ده بعد الراحة التي حصل عليها الفريق يعني أمس بعد مباراة أسوان التي أقيمت الاثنين واللي فاز فيها طبعا الفريق بثلاثية نظيفة دون رد. ده طبعا كان في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز. والنهاردة هتبدأ التحضيرات للجولة الواحد وعشرين اللي هتبقى أول مباراة فيها يوم السبت المقبل أمام الزمالك، واللي طبعا بتسمى بمباراة القمة. من أخبار الأهلي أيضا من بوابة الأهرام، متولي يخضع لجراحة الرباط الصليبي. النهارده طبعا محمود متولي هيجري جراحه الرباط الصليبي، وطبعا ده اللي تعرض ليها في مباراه اسوان، لان الاشعه كشفت ان هو تعرض لقطع كامل في الرباط الصليبي، ودكتور احمد عبد العزيز هو اللي هيجري الجراحه دي. واضاف طبعا اضافت بوابه الاهرام ان متولي طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالفريق الاول للنادي الاهلي لكره القدم ان دكتور احمد عبد العزيز هو اللي يجري هذه الجراحة، يعني وان هو ما يسافرش بره طبعا لظروف او لصعوبة ظروف السفر خارج البلاد، وكمان علشان هو واثق من يعني خبرة الدكتور احمد عبد العزيز في هذه الجراحات العالمية. وخضع طبعا او وافق سيد عبد الحفيظ على هذا الطلب من متولي، وان شاء الله هتقام يعني او هتجرى الجراحة اليوم. بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل. على الصعيد المحلي من موقع سوبر كورة، اتحاد الكرة بيكشف غدا عن أسماء وهوية طاقم التحكيم لمباراة القمة. طبعا اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يعني هتكشف غدا عن أسماء وهوية الحكام الأجانب اللي هيتم يعني تعيينهم أو ترشيحهم أن هم يحكموا على مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل. وطبعا يعني غدا الخميس هيتم الإعلان عن هذه الأسماء. وأضاف الموقع كمان أن الطاقم بيضم خمس حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو. على الصعيد العالمي من وكالة الأنباء الألمانية، ليون يسعى لضم بايرن ميونخ لقائمة ضحاياه. طبعا النهاردة في مباراة استثنائية أعرف فريق ليون فرنسي عن رغبته في مواصلة منهجه الحالي طبعا في القضاء على الكبار خلال مواجهة أمام المارد الألماني بايرن ميونخ اليوم الأربعاء في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. طبعا أضافت الوكالة الألمانية أن غارسيا مدرب ليون قال في مؤتمر صحفي في أمس الثلاثاء أنه بالضبط كده نفس الجملة دي، لسنا جبلا عاليا لكن مجرد حجر في الحذاء قد يجعلك تتعثر. طبعا ختمت الوكالة أن النهاردة هتكون مباراة مختلفة، خاصة أن بايرن ميونخ يعني اكتسحت برشلونة 2 خلال الأيام الماضية، وده اللي هيخلق حالة استثنائية من هذه المباراة اللي هتقام اليوم الأربعاء. ونهايتنا طبعا على الصعيد العالمي من سكاي نيوز عربية، فيروس كورونا بيقتحم معسكر ليفربول جبال القلب. طبعا يعني خبر مؤسف ان نتيجة فحوص احد اعضاء بعثة ليفربول بطل الدوري الانجليزي الممتاز ثبتت ايجابية لفيروس كورونا في معسكر للاعداد الصيفي اللي موجود في جبال القلب في النمسا. اضاف الموقع ان الفيروس اصاب احد اعضاء الفريق، بس طبعا لم يوضح الموقع اذا كان هذا العضو من اللاعبين او الجهاز التدريبي او من العاملين. ليفربول رفض ان هو يعلق على
هذا التقرير. دي كانت جولة حول أبرز الأخبار المحلية والعالمية وطبعا على صعيد النادي الأهلي تحديدا. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. نشكرك جدا زميلتنا العزيزة مريم سمير.